اسمي الحقيقي أحمد، سيد أحمد ثابت الوزير، وشهرتي حمد الوزير، ونازل في الدائرة التي يعني ولدت فيها، وهي دائرة المناخ والزهور في بورسعيد. هي كانت اسمها زمان المناخ، فبقت الدائرة المناخ والزهور. والرمز اللي خدته السد العالي، رمز غريب بس أنا اتبسطت بيه تيمنا بمرحلة اقتصادية واجتماعية في مصر كانت من أعظم فترات مصر، وهي فترة بناء السد العالي. ولدت في فريق بورسعيد في شارع كسرى، ثم بعد العدوان الثلاثي سنة 56 نقلت لشارع الأمين، وهو شارع مهم جدا في بورسعيد. ارتباطي بالمنطقة دي لأن أنا شهدت صبايا، وأيضا مرتبطة عندي أجمل فترات حياتي، وهي فترة الصبا والشباب حينما تم اعتداء 67 على مصر. شكلت أول فصيلة مقاومة شعبية في بورسعيد في شارع الأمين ده لما انهزمنا سنة 67، فكانت أول فصيلة مقاومة شعبية كانت في هذا الشارع، ثم توالت بعد كده الفصائل الأخرى في بورسعيد للمقاومة للدفاع عن مدينتها الحبيبة والعظيمة الباسلة بورسعيد. يعني احنا كنا شباب في المرحلة الثانوية، واتهزمنا، الجيش بتاعنا اتهزم في 67، فقررنا ان احنا نعمل فصيلة مقاومة شعبية. طبعا بعد الاحساس بالهزيمة وبعد احساسنا الوطني ان احنا لازم نتكتل ونتكاتف، النظام أياميها النظام المصري الرائع يعني قرر أن يقاوم، فبدأ ينزل ضباط من الجيش ويسلمنا سلاح ودربنا على السلاح، فكنا شكلنا مجموعة كده. فأنا اللي أنا منساهوش شكلنا أيام الهزيمة، لكن كان في جوانا إصرار على المقاومة وإصرار على النصر. بعد شهور سبت الدنيا ورحت انضميت للقوات المسلحة، وجنت